يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي عدة قطع من الأراضي، فهل تجب فيها الزكاة علما بأنني لم أعرضها للبيع؟ الكلام ما هو على العرض، الكلام على النية، هل أنت تنويها للبيع أو لا تنويها؟ فإن كنت تنويها للبيع صارت عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا تم عليها الحول، وأما إذا لم تنويها للبيع فليس فيها زكاة.